بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد وحن كترني أباب القياس طبعا قياس كلها بابو ككوبنا باب كي هورو حجية دي ساها وإنو صومرنا أسبوع هورا عشر رذي أني ودنبا ساقاسي إنو كوة ريغي إني باب كلها أركانتي قياس كوية سيانا سنركي دونا لابا فصل بكاليكي دونا كانت يافر تاهيد سدح مبوشيغي أصل كي يافرع وفصل كودن بأي هي شروط وضا فصل كالنواعي الذي وحصوها رأي حكم كي أصل كالتعريف حكم يوحي كساب صنع باللوغة كتابك بعد كيسو دركتي لكن وحيابي ربو مقدمة هردعا كتل مامي دونا الباب الثاني باب كاللباد قياس كتاب القياس كسابسا في أركانه أركان القياس تيرشو كتاغنه قياس أي كسابسا طبعا تعريف قياس مركي نسو مريني باللوغة كتاب القياس كاها وإنو كسو أرقني تعريف كسو أفرت أركان تهي أي أوضا كلان سادي هلكم وحولي هاي إذا ثبت الحكم حكم كهدو سقناده في صورة صورة مسألة وكسقناده لمشترك وحل وذاقو كرد حي بينها مسألة ذن وبين غيرها مسائل كلا تسمى الأولى تنهر وسقناده وحلو مقعابة أصلا بالو مقعابة والثانية تنلاباده اللي متك إنشيقه إننا فرعا بالو مقعابة والمشترك وحي وذاقان إلا وجامعا لوضع مقعبه عليه وجعل المتكلمون وحي كدقان دليل الحكم حكم كالدليل كيس في الأصل مسألة أصل كاه بي أصلا كدقان والإمام إمامك رازنة الحكم في الأولى مسألة ظهر حكم كذا أصلا بو كدقان والعلة علة فرعا بو كدقان وفي ثانية تلباد مسألة دنبنا بالعكس عكس يدو كدقي وحكم كيادان فرع بو كدقي إلا دانا أسل بو كدقي لكن مصنف كو حكو الشيغي صدح ركني حكم كي مسألة هوري هي حكم كمسألة دنب هي إلا دا مشترك مسألة هوري حكم كيادو صورة هوري كصورة محل أهان حكم كذا ماها يا أصل كليل هذا صورة دمبة عن إيران وخمرجية النبيذ كي عندهن صورة حكم كوسق نادي التحريم كقاعدة تي صورة ظهر وخمرجي ومحل كي وحكم كود عييوي صورة ظهر أصل بالليل هذا ومحل الحكم ذا صورة دمبة النبيذ كأهنا فرع باليرة هذا إسكارك أي وذاقان مشترك أنا إلا ليرة هذا هل كان صدح رغنيوس ربا إنو كها الله وكسو أروري صدح داس صدح تسميص مصمان هينا أصل هي فرع هي حكم هي إلا له إلا ذو خلاف كما اتاقنا التعريف كذا وحانا هين إن إلا اللي يراهدو جامعا أما شيئا مشتركا بين الصورتين أما مسألتين إن إلا اللي يراهدو خلاف كما اتاقنا لكن أصل إيا فرع تسمية ذا اسمي إيا قادنا إيا با خلاف كتاقية صورة ظهر خمري أمركا إن أني مادنو صدح الرموت با كولانتي سورة الخمر محل كيو خمر حكم كيو التحريم دليل كيو إنما الخمر أيهما الأصل صدحنا كيو أصل صنف كانوا وحهر مريي محل كأصل سورة محل الحكم كأ بأصل متكلمين توحيلين ماي دليل كأصل كأ إنما الخمر ذوي أصلكم
رازي وحليه مايا حكم كأصلة مرنا إلا ذا أصلة مرنا حكم كأصلة لا با أصلي لا با فرع بايا لا مرك محل كان خمرجي أصل كات كده جيسان حككوا بيني بين محل وحكم أنا جم مركب محل كوان إلغينا ياوي محصوها رئيس الدحري وحن رئيس حكم يا محل يا دليل سمعي السجع حكم كو كده جيا أصل لكن فرع يسوع ما هالنبيذك مقيس عليه جا والصورة ذا محل كا مرك الله هذا مسألة لا يسوع خلاف سنية هاي من السجود بعد لا يسوع خلاف سنية من الرازي بعدك كدول رازي حلي إنما يلا بقى أصل يلا بقى فرع بيال الله بقى أصل يلا بقى فرعنا وحكم كي علا ذا مرك المسورة ذا خمر قال تشوجنا حكم كا أصل إلا ذا نوافرع مرك الصورة ذا النبي تكلا تشوجنا إلا ذا أصل حكم كنا فرع وبالعكس ذو كله هيوي مك مسألة ذا هل كي كسرعة النزاع رازي وحين كوار كدونا يضو فافاسا مسألة تعريف كعلة ذا علة ذو معرفة للحكم مركا اللي يرى هذا حكم كه ما حكم الأصل مش حكم الفرع حكم الأصل هذان حكم كمسألة تحريم الخمر هل هو بالنص أم بالعلة؟ نزاع باكرة يمر باكرة السبب بالعلة مقبه بحلي أصل بالعلة وحن راذين هنا بعد معرفة الحكم بالعلة يسيدينا إذن الحكم يسبق العلة فرع لكن مركور العلة ذا نهيلي إنما كدب الحكم كي راذين هنا فالعلة تسبق الحكم وقال فرع التمادو العلة ذا أصل حكم كنا واثمرة فرع كده شيء واحد تن لكن حكم كهرية كدبا علا ضيدين لبا أصلي لبا علات لبا فرع بيال وحيو نبو هلكن اسكو صوى ذا قبطي بعبارة أخرى دان سيكا لها مركلا صوى خلاصينه وحان لانا هاي مصنفك يا طريقة ذا أمري ورازي الرجل لمدكي رازي وخلافي يقو حيليهن مركي مسمح الكليرة هذا أما الصورة ذا النبي الكليرة هذا وما قيس عليه جاء الصورة ذا خمر الكليرة هذا حكم بيلا هذا هاي دليل له ويلا هذا مركي صدق هذا عن كلا صار صار إنه حان لنا هاي محل كي هي حكم كي هي دليل الحكم كي وان صومر الإشارة ذا خلاف كاس حكم كسيدي سبع ما الدليل كنفتي سا حكمه بس الدلالة ذي سا حكمة إنما الخمر يظلفت ذا حكم كيا بس التحريم كيف يدين سا حكم كيا وانسوا مرنا خلاف كيبا وليد دبا الصعودة هالكن خلاف كيبا وحي سبا دلي محا أصلا قول ذي قبتي دليل كا حكم كيا يقول حي تقولي دليل كا أصلا إنما الخمر وأصلا أصل كوا إنما الخمر إيا ما هاني محل كحكم كنت على اللقى مشترك الذين أي جلي سواء خمر جاء أصل كوا إيدا قرط أنت هذا رازي قارن والإمام قارن خلافك أنت واه سوى جعل المتكلمون وحيكن جين دليل الحكم بي في الأصل مسألة أصل كخمر جاء دليل كحكم كنت صوينا بالخمر ذي عادي هاي بي أصلا كن جين كاس أصل كأي رادين تاو حك دلا نيسا فرع محوية بناء على هذا مشيق المصنف عند المتكلمين فرع محو نقنية قياس هذا الكو حوية فرع وحكم الفرع صورة ما محل كما نبيذ كما هي حكم النبيذ وهي فرع كان وحكولي مي أصل كي حكم الأصل باكرة هي فرع هي حكم الفرع فرع والنبيذ ك حكم الفرع وكان حكم كان راذين ينوي أصل كوا خمرك حكم كاذون حكم الأصل نوا تحريمك قل هذا نيجو حكم هي دليل مبكر حكم كوا دليل إذن هو الأصل متكلمين
متكلمين الدليل هو الحكم نفسه حكم يدل لك على قاضي دوت كدوت كقبان دوت يبقى دي لوها كلا سو غشا هلك انو سو جيدت رازي وحيري نوي واحد واحد هذه سو دبن ماشي لبا حكم يا لبا فرع باته لبا اصل يا لبا فرع صورة اصل كا خمرغا حكم نويله ده فرع نويله ايهما الاصل الذا الذي يحكم كيوي صورة ومتعلقيو خمرغيو ومتعلقيو يدو حق عرماها أصل كذو وحكمك فرعنا وعلاذا محيك تاكر ديغان تهي الحكم يسبق العلة مركي إنما الخمر والمسجس من عمل الشيطان التحريم كانوا قاني بان علاذ راذي إنما منصوصة ومسوى مستنبطة داي ديني بوري سيان حكم كان أحكامك لأرى عيني كان يساق مد يدين هل كاسنا وحود دبدا لقري دونا مبسوطات كخلافة قلت قدون تو تحريم الخمر هل هو ثابت بالنص أو بالعلة قولان إن بدنا وفق هذه الشافعية ذي مالكية ذي وحي قوان ثابت بالعلة لا بالحكم لا بالنص ساسي قوان خلافك دي هذا الموقع يسماها انجلي نيو علاده لكن خلاف كي هالك على سو خلافي آثارتي كن على تي إن بدأهبت لك على شو حنو براروشي إنه بان ثمرة ذي خلاف كان قار كمل لك على قبي بان هينا رازي سو حلي هاي أصل كمسألة ذا نسك حكم كنسك فائدي بعصلة كدي بان إلا ذا الرادني مصنفكو جزئية ذا ولقبا اعتراضات وكتشواب يكون من دون طائن وجزئية ذا اللقب ما دل فرع مركات ما دنا أيهما يسبق وجود العلة ووجود الحكم بالعكس فرع النبي كمكة ربط التحريم من هذا وقالت مركة إسكار كانت كهشة سوما سيئة التحريم في قدال وضبقه كهو الرأي مركة لوضع حير علة أصل فرع حكم كنوا فرع أصل كان حكم كأصل إلا ذن وفرع والإمام في الأولى صورة ظهر بو أصلا حكم كأصل كدقي دليل يقول دليل الحكم إلى ذن والإلا تنا صورة ظهر إلا ذن فرع بو كدقي وفي الثانية صورة ظهر لبعض فرع هي النبيذ كهينا بالعكس إلا ذن أصل كدقي حكم كنا فرع بو كدقي صاصو يستغنى قوة وبيان ذلك وحصل عدين تيسنا في فصلين لا فصل وكروا الا ذا كلام تمر وفصل كي وفصل كي فرعه يا شرائط كل حريري العله الفصل الاول العله هو تعريف كذا ابو كب الله العله صدح عباره بالس خلافه العله معرفه سباع ثوي سمو اثروي صدح ذا عباره بالس خلافه وهي علاذو المعرف مدك التعريف سيكو قرنسي سوي للحكم حكمك حكم كان إنو سيدا إيهاي وحكم سيدا أميشن كتشيرو باي أستاني علامة أطان تام معنى هذو ماها وأستان لغو قرتي إيادا كانتي معها وضوها داد ميل دكتو علان إيرن آت سورتو markii calanka la arko adu inaad degan tahay la garto ma calanka ku daji calanka waa mu'arif xuduudaha dawladaha markaad gasho ee boorki ku dhagana aragto ma isaga dawladda meeshan dajiyo xuduud uga dhigay mise astaan iyo mu'arif buu yahay wadaalika mu'arif iyo calaama iyo amaara iyo isku wada mid weey هالكاس ومصنف كنقاطي تعريف كذا نسيداس والرجحي وتعريف كالرازي أتباع دي سياي قباوه اسكم وضع الرأسان دا شاعر شاعر اسكم وضع الرأسان احبادا معاو اركي دونايو مركي ان مسالك تعلا ده هو سوق الله طرق ده ده احبادا معاركي دونايو وقورت اسكوليتش رمسالة دي مؤثر كأيو صنف كاسن حتى مؤثر يا الفاضل عليك سنه نوتك دونا اما عوا ما بين دم دار الى
وماشي اضطرابك بركو سوى بحجري وي قولي وحي راهدين السيف الآمد يا رجل لمدك الباعث وي ووصفي الباعثك أوي قولي وحي لان غزالي وصفي مؤثر أوي لكن غزالي وحقيل كاردك إلهي باكا ديكي بس كمان نقول نيسو ها إلهي باكا ديكي لكن مؤثر نمدي markay bugazali warkiisa sheegeen ilaahay ba ka dhigay aad uga ma aqbalaane wala yataata hada illa ala qawl ahli al-i'tizal bi kurahiya mu'athir way wasfigana dhaliyay musannif kaanu marar badan waxaan soo marnay xukumka ilaahay lama cilayo la yasadci qaradan la yu'allalu bil aghradi la yasadci fa'idatan bar marban soo marnay صدرت علامات كني وعلامات لمجرد الدلالة عليه وياني إن حكم كن صدا النقضة إيه وحسامين كمالها نفي الأسباب كي يحيى بدن بعمشها كتيرة مثل هذه عقائد كهيت بعسيان ضفكو صوتري مركو معرف للحكم يجري اعتراض باكو يمد ولا يسودي بيتاك يفان قلاده أنا أقول باللعبات قيل وحالي رحات يو المستنبطة على ذا مستنبطة عرفت والا قرتي به بالحكم بالغو قرتي فيدور بحي دور باك دلنية وحانا تري يضع تعريف نيس إلى للمستنبطة نسكي مركي اللي هلو بالا راد راعي ونسكا كتوسية كوغرانسية مركي نتيجة محين نقطي إلا ذو نسكا لغو قرتا نسكنا إلا ذا لغو قرتا وكنت يدقاق ياه الرئي فيدور مدمت كمت تصي أستاني علامة اللي وصو قرتوية هذا بقى إلا ذا أستانتي اللي وصو قرنا يحكمك يحكمك أستانتي اللي قرر راعي الذي اللي قوك المكان اللي قاري على المستنبطة وإن نسك حكمك منصوص كاعد هشو تياد نحوم كاسو عدية مواضيع يسين تاع عدية سأل أرع الرعادة إلا دي أرع ديسو ياكو هقوي علامة تكون نغضي حكمك هل كان وحدنا تري إلا ذا علامة الله قصر راع حكم كان نقط بس هذا دور باك على نيده بس هذا دور باك على إذا تعريف كاو تعريف صحيح ما قلنا وحنا لي تعريفه تعريف كا وحاوي واحد محكها الله يسان لبعن سديدين مع اختلاف الجهة تبع جهة واحدة كدكتور تعريفه تعريفك في الأصل واي حكمك مركا لو تعريفه تعريف الحكم إنه كبار علاذة كتصه في الأصل واي وتعريفها علاذة إنه حكمك كتستنى في الفرع واي فلا دور مركا مجره ماشان علاذة مرنا في الأصل بي كترتا مرنا في الفرع بي كترتا حكمك مرنا في الأصل ويتشوغا مرنا في الفرع ويتشوغا حكمك في الأصل مركا تشوغتا إساقا سابقة فيعرفك على العلة من خلاله الذي كرادن تحريم خمر هذا مركز هالشيء بعد إسكار كي كدونت واستنباط كي هلك كرادسي إذا كون هذا تحريم أم إيجاب وياهي بمرشد كوا هاي وكتوسي الذي صار أراد قادل هاي مركي اعتراض كي إنه تعريف كعلذا في الأصل بكون عيا أنا وحن تعريفين إن علذا في الفرع واي وتعريفها الذي مركي حونك كتوسي سي معرف نقونا يسانا وفي الفرع مركي تشوكت وهي يضع اللهور اكتشافا يا كدب بعد حونك توشكو قوانا يا سيدا يونيكا الرادين يسابع عالان كبابانا يا ذهر اركيسي تذكى قريها الدقين يا فرفاني ايو عالان كدار تكوركا يا كبابانا يا كيت صهر اركي فرع الذي نهرو قالنا مركاسا كدب حونكينا قالنا مركا نغا التعريف كيسوح ومركا كو خصيصي المعرف هي المعرف للحكم مركو يرادو حكم كي فرع قوي إذن وإلا ذا فرع كو تشرتا إيادا حكم كو تسيسا ومسالة ذي غزي أولها طاني اللهو جوابيه يسا مسالة ذاس إن اللا بضان سا يسويه لكن تسمية دو خلاف سنية تسمية أصل يفرع بيسويه اللو يرادو بو خلاف سنية يا علة الفرع بتعريفية
وكو خصي علذي سي لأن الفائدة في القياس هناك الفائدة في القياس هناك في الفرع وحو إلا حكم إنه حكم ما نرادين إنا حكم كأصل كان منصوص واي وحان إنتا صوت أن أمرا إنه مسائل كان منصوص كهين في فروع دا حكامته دينا نقرانا تيم ما تعريف النبي إذن المعرف للحكم أي الحكم الفرع واي علة الفرع حكم الفرع التعريف أنت تعريفين سواء فلا دورة والاختلاف الجهة إذن كنت أشيكتين أصل كويتان كهل اللينا فرع واي نكوا كبح يسوما سكشي حرق قرط اللوغري سكافكا والنظر إيجيتان كباب العلة أنا يقنا في أطراف دور طرف وي وصدح الطرف الأول في الطرق الدالة وي على العلية مصالك العلة دي كنت سيسيوا طرف كالثاني كان فيما يبطل العلية قواعده طرف كالثالث كان أقسام العلة وي صدح ذاس وي كان نهر وليبا مركي اللبا إيو حصاصة لغر يبو أما صدح ما دبادنا وحقول دبادنا وإيماغ إيو مناسبة كوة تقسيمات بادن حق فهم كان وحقول إشكال كبادن وحاكم إذا شبه سقال بونا كيني دونا في طرف كان هراء ماش روبادا أهنا وطرف الثاني ما يبطل العلية هي قواعد علا ماش روبادا أنا هالكاواي كم حين قعدنا أركض عنا الطرف الأول طرف وجوه الرئي في الطرق جدت كأي مصاركته الدالة كتسيس على العلية إن يوحنا العلية هي وصفه أو حالا نقنكرة سيدا لو أجادية قابب كي كي مادان والسجال بينو شيء دونا الأول كان هو النص وي النص أي علة منصوصته منصوصة العلة دي هيد نسكا هيد أي الله بوقيب سميس قاطع هي ظاهر متقطع يقين فإذين هي إن هي وحني العلة دي تا يمد ظاهر وراجح احتمال مرجوحة وشرو أن القاطع هي ذكر أسكن نسخة أنها صفحة الكلب سوتش اللي باللغة ده والظاهر لبضاص النسك وقيب سميا وحيلك كواد وانا التقسيم كي رازي اي مرين ومصنف كو هلكن مريا ان القاطع نسكي والله وقع يعني هو قسمان با ماشي كو قدرن القاطع متقاطع يقينا لبطو صارو شيغيو كقوله تعالى في الفي كي لا يكون انو سنقنن دولة تنمذ وريغ بين الغنياء سودي ديبان كي حرف كاه ونص قاطع على التعليل بجري يو قولي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان لأجل البصر وقوله إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة من أجل إيا لأجلنا وحكوليه ونص قاطعة على التعليل لبدا مثال بوكاني أمثلة ذي كلي قاطع النقطات هشان أكود درسله هلكن إشكال باكوي اعتراض باكوي من مصنفك باعتباره من أتباع الرازي مربضا وحن صومر مصنفك أو صوت المامي باب اللغات ماله ودا بيهي ما يخل بالفهم لكن صومر أينا أنكسو هذا اللي عند الرازي أتباع ذي سح نسك يقيم من مفائدية للاحتمالات الكثيرة ساساً كو أقين نقين مذهب كودي نسوح قطعي يقين نقلئه فإذا يمبت شرب كيف يقول هنا القاطع نسكي بقاطع كدقي هلكن أو يقين فإذين إيا ظاهر بوقيبي وعهدنا به نصوص من قرادة إنين قطعي يقين بفائدين أتباع دي سنة والله مدي وحيدا واي النسك سوء فإذا يقين وإن عشر احتمالات ماشا كبحان النقل والمجاز وإلى آخره وعدم المانع إلى آخره صادرت النتيجة بحين وسهوريا دل السمعية النقلية يقين مفاعي دي سنة
annaga taas hadda kama doodayno oo maqaamkeedi hadda ma joogno lagaga dooday, laakiin nihu saas aan kugu ogeyne nas baa qaaici faaideyna intaa ka kanabay calaa madhabika kaf yasux hada taqsiimu binaaan calaa madhabi waa hadhow markay noqoto tanbiihaas wuxuu ku anfacayaa hadhow markay noqoto raggii meel kale iyo masaladii yaqiin bay faaideyn laysku hayo aliyaq jamaaca antum muddaribuuna in la yidhahdo mutanaaqiduun keesh skif tan aad u keentoo tiraahda soonamayd aa dhihin yaqiin ma faaideeyey ليش أنتم تقسمون الدلالة النص على العلية أنها قطعية أو ظاهرة؟ أكو إذا والله أخطأنا هنا ماذا خطأينا؟ اضطراب كعدد النية تناقض كعدي بتاسع كون فعل بلا هاس كلو كتير هذا مرقة أن التقسيم كان يهدى في أسباب الوصول العلية دي ألفاظ دي كالحوق بدنيهين تهدابا قبل النصوص تقطعين فائدين بعض صور التعليل أن قطعي يقين نقضان annaga agtayada waa musallam annagoo sallimaynaan leenahay annagu aan dhahna lakin adina dhahda maaha lanaa naqdun liusuulika asalkaa ta'siilisay lakin markaana maqaam buu joogo rag buu iska celinayay naqli iyo caqli buu ka dagaalamayay halka markuu yimidna waxoogay badkaan uu galay waa baab baabkan oo dhan baasaa isaga badan suurada koowaad cilladu inay mansuusa tahay tansiiskeeduna yaqiin yahay كي يلي أجري أما من أجري بو ودريش والظاهر إنه الظاهر تايس إذا راجحة وحو الظاهر الظاهر كان وحو ينوش يا قي سد حرف بو ينوش يا قي وعيد تعليل كالظاهر فائدية استعمالات كلنا وليه لكن أصل عن هين اللام والباء هي النواي اللام كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس محايلة فإن أئمة اللغة قالوا يري اللام للتعليل بينهن وقولهم في اللغة حجة لدي أئمة اللغة اختصاص كودي هديين يجينا سيدا لهن للتعليل إن يتهي تقول كودي حجوي محايلة دي قولك وللتعليل لهن القيبتي يقينتي قطعي وغسارتين ظاهر كان وقد دكتين وحيلو وحان وقصرنا اللامتي وحان أرقني يدو معاني كلاله وللاختصاصية للملكية للعاقبتية معاني كلاكوسة أرورتان أرقني والله استعمالي مركا اتماده من راجح بهان نقطة التعليل كي احتمالاتك كلانا وقائمية وارد وي وحي معنى الراجح ياش معنى كلا الله استعماله احتمال كيس أهلنا ياشنا وظاهر يا قطعي يقين معه طيب اعترض عليه اعتراض مقدرة أما متوقع أبو كتشوابية وفي قوله تعالى ولقد ذرأنا وان أبورني لجهنم كثيرا من الإنس والجن سما بانو أبورني لانتا ملام التعليل با مايا وجهنم با إلا أهيد أبورتان كوضا مايا وقول الشاعر وحيل أبو العتاهية لدوا للموت وابن للخراب لدو للموت ودلا للموت جيري وابن قريها الاستا للخراب ناي بربران فكلنا يصير الى ترابي هدبا اولاد ما وحالو دلا ولادته للموت موت لاجل الموت ناي دنتا ما وحو دلاميا قريها ناي بربران ما ودسنا وحول للعاقبه وهي مجازا او صابت يتري بول الظاهر نا كحنبارتي هور لانتن لام العاقبة ذوه كوا بضن بالمدة فالتقطوا آر فرعون ليكون لهم عدوه وعدوه وحزنا لام العاقبة اللي يرى هذايو استعمالك لام اللامت بمعنى العاقبة إن لو استعماله ولي المجازيون قرائن كان كتصي صادرت يتنو وحباه يقول اعتراض لفظي قال لبعض التعليل الظاهر في فايدية وإن نأوي مثل لا تقربوه طيبا محرب كده انتهى ودويننا ومحا سببا فإنه يحشر على صوصار يوم القيامة ملبيا على أكثر الرواة وبعضهم ملبدا هذا ملبيا على صوصار يا مردين اللي يري جملة دنب فإنه يحشر التعليل بفايدين إساه إن نضع سانك أنت
محلك لقاها الله يوا إنذا فأذا معها انتا حيسو ونكسو نقون دونا مثال كاسي مثال كاسي ونكسو اللاوان دونا لبا تالة فأي إنا تالة أنه هذا مثال كان يسياقا سوى إنكم أنا لهم أما فأها تشوكت أما يينان تشوكيني لا تقربوه طيبا إنه يحشر يوم القيامة ملبينا دي اللي أنا ويسوكم إذا أنك فأذي تشوكيتان بلا شيء إن ذاك هذا إنا مثال كيو وحرف التعليلنا وقولي عليه السلام إنها هرذو من الطوافين والطوافات عليكم والطوافات بكمته إن ذي اللو تعليلي ومثال لبات مرنا فأبي وذاتا سو هذا كما لهن إن هذي فأوذتي هديني وذني أنا سياق يقوى أنه ويسو غمت هذا نوات يذني فأوذني طيب انت كذب وحيري والباو بعضنا للتعليل وي مثل فبما رحمة من الله لنت لهم نحريس الله كتمت أياد وجه العسانات وجد بعدي فبسبب رحمة من الله دمرك بذوا باو السببية سبيل واجوا التعليل وي وظاهرا معاني كلا الله استعمالايو أي كتما ده مصنف كساهين يريد هذا لكن لما موضعه كله لبدا وحاين وصو مري سداسي كدوان مصنف ذلك أسكن نسخة أنها بقولي اللبا ذلك أسكن نسخة أنها عن شاق باب كذا وحولها تعدي اللازمة وتجزئ المتعدي واصل كذا كردقي هذه متعدي كشا طبعي دونيتا مسألة ذا سيدي مركو أصل كم معنى هذا الباء تعدي اللازمة وتجزئ المتعدي مركو يرى هذا ساسو معناها أصل وقردقي هذا أن التعليل هي السببية أصل وقردقي إسلا بقول صدر يا سيدي مركو إنه سوم مرينينا مصنف كأنه وحكروا صور شيئا أو بعض الكسابس الثانية قالت الحنفية وامسحوا برؤوسكم مجمل وقالت المالكية يقتضي الكل والحق أنه حقيقة فيما ينطرق عليه الاسم قدر المشترك هذا روحين إليه حقيقة أصل كذو واستسبب سببية تعليل بفعل إيسا هذا المعنى الحقيقة دليل الظاهر كمتبادر إلى الذهن قادل إلى هذا فبما رحمة من الله هدي أي نقبن مذهب كيسي هوري وهو ما صرح به الرازي في المحسول وغيره الفاضة ظاهرة في التعليل كما شرت وحل أصل كذا للإشاق معاني ذا السببية ذا والله استعماله لكن معنيه ظاهر كآية حقيقي كآية مسابق إلى الأذهان هم معها وعليه سياقا إن لو قدر وخطأ بالرازي الرجل ماذا تصريحنا يعني يا ظاهر نبدو دي ذي والظاهر والظاهر إن لو قدره بالرازي دي ذي سنوي الرجل ماذا نوي تصويبنا يعني ورك الرازي بي تصويبنا يعني كسر أنت وحدك غب حذي الطريق الأول مثل ما مسلك الأول من مسالك إلا التنصيص هو إلا ذو منصوصة إنيتا منصوصة دينا قاطع إيا ظاهر لبضا سيوقي بسمين لبضا أنا أمثل ذو دي واتسو عركت صفحة ذا اللعب كو الثاني كاللبات طريق اللبات اللي وقر توحن علين ويهي الإيماء وي هو خمسة أنواع وي طبعا للرازي إيمه ما التعريف إن مصنف كان وكذلك الرازي في المحسوب واسيدة ويسا شبطي لكن ادي متكلم يوسنو صدعين فقال هلا فيري انت كان اسكهو بينو كان اسكهو بينو هاد اسكه فيري وذلك امامك هاي ادتك انتو الله الله يري المال الريالو الهي كيابو كرفع التلفون هذا عدك نقدمية الله اكبر وكي الكيسي صدع يا عدك فريه
markana isliib ahayd isliib ay ka dhacday raggii joogay baa garanay kaasi intuu arkay gaxay uu baktiin kari waaye xata waxbaa ka dhacay daan hadalkiisana waa kulula alimaaw magac kari uu leeyahay atanbiihuna waa la yihahdaa saa darteed qaarna alimaaw bay ku dhihi qaar atanbiihu bay ku dhihi qaarna way isugu kaalamaane alimaaw atanbiih bay ku dhihi isku macnaa looga jeedaa musanifku ma tacriifinin kadib tacriifaadkoodu way kala duwan yihiin ma wasfiga cilliyada u suubadoo siyaaqa ku jira xawla haada ma tacriifkooda imaag iyo tanbiihuna wareegaya huwa khamsat anwaacin shan nooc buu uqaybsamayaa shan buu ka dhiga qaar baa lix ka dhiga qaar baa toddoba ka dhiga qaar baa sideed ka dhiga alawalu kan hore tartiibu lxukmi xukumkii in laga dhaliyo oo laga keena laga weeye cala lwasfi wasfi bilfaa'i fa'wata xukumkii inuu ka lagu lala xidhiidhiyo wasfi cilliyo u suubada faana watoo tacqiibkii faa'iideynaya watakuunu wafaadu waxay gelaysaa fi lwasfi bay gelaysaa kow aw fi lxukmi bay gelaysaa laba aw fii lafdi shaarici bay gelaysaa wa fii lafdi shaarici bay gelaysaa aw iraawi bixasabi daliilka marka la eegana lafdiga raawigana way geli kartaa lafdiga shaaric oo kitaabka ama sunnadaana way geli kartaa marka la eego xukunka iyo wasfiga siyaaqa tartiibkaana wasfigana way geli kartaa xukunkana way geli kartaa hadihii arbacatu aqsaamin faadu inay gasho wasfiga faadu inay gasho xukumka faadu inay kalaamu shaarica gasho faadu inay gasho kalaamu raawiga saasuu u dhigay isagu raazi markuu ictibaarinayo tan tirinayo qeybtan hore wuxuu leeyay afar nooc buu uqaybsamaya markaasuu afartaa ka dhigayaa isagana tafsiilkii maadaama iimuhu uu qeyb ahaa labaad isagiina shan sii noqday shantii haddana lasii qeyb qeybiyo tafsiilkunu la dheeraaduu ka yaabaan u malaynayaa walidaalika anwaacda khamsadee iimaaga ah qaar iyada lasii qeyb qeybiyey buu musanifku amhilo keliya kaga bixi doonaa oon tanbiihin doonaa haddii la yidhahdo wu mithaaliyo wuxuu yidhi mithaaluhu kalaamu shaarica markuu galay wasaariqu wasaariqatu faqatacuu xukunku galay soo ma waana kalaamu shaaric laa tuqaribuuhu tiiban fainahu yubcau yowma alqiyaamati kalaamu shaaricu galay laakiin xagee galay hadda wasfigu galay faqtacuuna xukunku galay labadiiba kalaamu shaarico marna wasfiga uu galay marna xukumka uu galo waad haysaa soo maaha zanaa maacizun farujima kalaamu raawi buu galay xukumkana uu galay intaas waa amhiladii laa tuqaribuuhu tiiban fainahu yubcathu misyaaqa halkan loo keenay faada gelitaankeeda waay sida faqtacuu iyo faada ay u gashay mithaalki tamthiilkii horena innaduu ahaa marka inna hadday timaada naskii waa mansuus hadday faa gashana waa iimaa oo mansuus ma aha buu rabaa inuu ku dhaho marka mithaalkan yasluxu mansuuskii waa yasluxu iimaagii suurad intaa waadaxa an umalaynaya waxa mithaalkan loo soo celceliyay kow waxaa khilaaf badan ka dhacay suurada noocan u horeeyaan waacul iimaan ciladuma mustanbata mise waa mansuus qaar baa waxay qabaan suuradan inay kuwa hore gelayso qeybta daahirka ku jirto inay qeybta daahirka ku jirto oo aqsaamul iimaaga in tanbiiha in la geliya nooca istinbaadka aynan ahayn masalada musanifku wuxuu rajaxay isagu tanuu rajaxay lima isagu dhinacan muxuu rajaxay wuxuu leeyay faada gelitaankeedu daahir kuma ah mujarad tacqiib bay faadu faa'iideysaa tacqiibka in lagala soo baxo oo laga fahmo waxaan ka dambeeya ay gashay ama waxaan ay gashay inuu cillad yahay ama ka horeeya cillad yahay
مسألة اجتهادي استنباط وهي وضع اللغة لقى ما فائدة سنه وفعلا تعليل إن فائدة نيسو وضع اللغوية معها وتعقيب ترتيب مع التعقيب وهي وضع اللغوية ترتيب مع التعقيب تعليل بذاته معها مركا إن أنا سكوحنا السياقي هي التعقيب كان لا يسوك كاني وحبان كان دلالين كرنا ككانو ونوع اجتهادي استنباطة صادرت بان إيماي استنباطات على المسألة المستنبطة أنا قرينيوي أنت الصورة ذي واضح تانو مالينيها كدي بحولي فرع ترتيب الحكم حكم كل لغر رتبي على الوصف وصف لغر رتبي يقتضي العلية بوكينية أي مطلقا بفاء وبدون فاء مجرد ترتيب الحكم على الوصف بعلية كينيس فعد شرط معها وصور من الصور ولذلك صور كصوص عضنا إيماغو وصف إي حكم لغر رتبي أي كلاس عضان صادرت هذا قاضن هدان نري بالفاء إن وصفك هدو سنفاء وذن اللي يو سنفاء إذين إن معها ترتيب الحكم واللغرة تبع على الوصف يقتضي العلية تبوكينية أي مطلقا مطلقا تي أما فاءها كتشر أما يينا كتشر دكو أما مناسبها موقتا أما يعني موقن إن كدر هدي مناسبة وصفك أن يحكم كان كرد حيس أي موقتان وعلية حتى هدينا المناسبة كون مقنن اللي يفايدين إياه أظن بقران لي أما مناسبة هم موقت أما يعني مقنن وقيل وحال يري إذا كان هدو يهي مناسبا كان يفايدين إياه اللي اختيار كآمي دواء اختيار الآمي دواء لنا وحانو دليلة هذا واحد اللي سكوه رقفه أما قول وصف شرع وحكم إلا شيئه في سياق كلام كان وصف إلا نقون كرا لغو شيئه وهدي ما أنت وصف إلا أن لغت ديجن شيئتان كيسا قوبتان لغو شيئه لغو إن نقون لهي طيب هدي لغو إن نقون لهي محادبة كلام كشارع يصانع عن اللغو يوحن معنى لهينو زيادة بلا فائدة أوكي إذن جملة وصفه هي حكم كان سياقة كوة ذا جرة هذا نرانا كلام الشرع كلام كشارعة كتاب كي يصنع لغوي حشوي كي يصار عنه إذن لفائدة وجرة محا فائدة فإذا والتعليل أنه النقطة إلا أنه حكم كان على أقل ليه وحكوه حريه وهي فائدة سياقة ذلك الله كانت هدان كو إرادو أكرم الجاهلة هدان كو رحمات أكرم الجاهلة شخصيا أوصاف بضم بيالان كرا السغن دين قونين بنقون كرانين آمنة واللي أمانة الله كرامين كرا نزاهيدو عابد ونقون كرا وتدين بضن لتدينه بالله كرامين كرا من شجاع ابو نقون كرايو جيسيا لشجاعتي وكمودان كرا انتي اوصاف جرتي اكرامك يا جهلك مركا اسلا دونتي سو هلكا كف كم موقن ميسو اكرم الجاهله ادو تري ان جهلك كرامين تنسامين كليو خير لله اكرم العالم هذا دهنا تنين كان اك شجاع هذا وصفي هذا شيكتو حكم كي يك ولا حريره ما هو جهل ماذا واسك الشيء جايون هذا تراده ماذا يظن اللي يفهم العقلاء إن السفاهات أي واحد قاضش إذا جهل جهل محدود كان تمشي على قولي مركب وصف كان ماشين كتشيراي هدي أوسن حكم كان على أقل لا هين لكان ذكره حشوا وسفها إذا مركب صان نيرانو هل مثل هذا يقع في كلام الشارع مايا إذن محين نقون كرتا فإذا كترت أهم الفوائد وينو عليا لنعزو ساقو ماذا نقرين
dhinaca kalena ka soo gal haddana awsaaftii axkaamtii asalku ama qaalibku cilal bay leedahay, cilalkana awsaaf bay noqdaan. Hal wasfi baan haynaa, wal aslu cadamu gayrihi, gayrkiisa waa macduum soo ma, walasu fi lmacduum an yakuuna macduuman waay, laakiin wasfigana mawjuuda. Labadii jiha markaan ka soo galeed isu keento, wasfigii labada natiijaba maxay ku soo urursadeen? An yagliba cala dhanni annahu cilatu, inaad dhannigaaga qaalib noqdo. Wadhannu lqaalib yajibu lcamalu bihi, markaad dhahdana maxaad natiijo gaadhay? Muqadimaadka marba mid baynu kasoo degiyo, markaa kadib maxaad muqadimaadka natiijo gaadhay? taratub lxukmigii inuu ciliyo ku tusayo soo maa, hada huwa. Intaa unbaan usoo soconay, intaa mar haddaad gaadhay kuuradaa, mar haddaad liqday ka soconay waqiila. Itilaaceedu ma qasab baa munaasabo inaad itilaacdo. Asalku waa maya. Aqimi salaata liduluki shamsi, mar kasta oo zawaal dhaco soo tuka maa mal cilada munaasabada zawaalkiiyo salaada ka dhexaysa maxayta? Idan munaasib buu yahay nafyin mayno, yunaasib, laakiin binisbati lanaa munaasabo aan fahmayna ma tah. Laysa kownuhu gayra macquuli lmacnaa, macnaheedu maaha munaasib maaha maaha, laakiin munaasabo aan garanayna ma jirta wey. Walidaalika itlaaqeena fii cilmi lusuul iyo haddaan munaasib weye munaasib maaha nidhaahno, munaasabadan noo muuqatiyo nooma muuqatay ka dhigan tah. Laakiin fii xaqiiqatan amri munaasib ma aha aslan qofka muslimka laa yariiq bihi inaad waxyaabihii awsaafti sharciga ilaahay xukum ku xidhi aad tiraahdo uma suubato. اعتراض بمشاعر كذا الله يسمو اعتراض كأقول النتيجة دي سمو بطن هذا التسفيه بين قن إذا كان لوازمت سمي يسمو سوزان ما لازم كاسا كسر أي الله يتصوري ما لقى يابا. لكن مر كاتر هذا حكم كوحن كوها بونين با كوحن اسمه سبب ملها وانا لقو حري ما لك كلنا كتر هذا وحن مناسبة هين إن لو إذا لقو حري هاي عقلك صح ذا مكاني labadaa markaan soo qabanno laba meelood aad ku kala tiri maxaa natiijo ka dhalanay? Tasbiih baa ka dhalanay marka intebi waa tiri kuma lihin. Laakiin calaa qowli kathiiri min ashaaficiyati laazimu lmadhabi madhabun, garaan mutaakhiriintooda qayb badan oo kamida laazimu lmadhabi madhabun waay. Wasfigani cilatu lxukmi inuu yahay uu keenaya ha munaasiban oo gayra munaasib, ama munaasabadu daahir ha inoo noqoto ama yana inoo noqonin. saa darteed aqimi salaata liduluuki shamsi markii la yidhi waan aqbalay celiya inay tahay macna munaasabad noo muuqata inay jirin. Mar haddii la yidhi markii weysadu kaa jabta weysayso neef ka timid wejiga in la dhaqa munaasabadda ka dhexaysa ma garanayno, laakiin cilatu ghasli lwaji wa tajdiidi lwuduui inay tan tahay waan qirsana. Munaasabad ha ku khasisin. Midda labaadna haddan maslak min masaalik alcilla aan joognaa, munaasabaduna maslak iman doona wey. Haddaan iyadii ka dhigno tikraar soo ma, munaasabadu waa maslak gaar oo madax banaanoo iman doona. Haddaad tan tii ka dhigtood ishtiraato, idan cilalkii masaaligtii oo dhanba munaasabad isugu soo celisay. Wa thaalithan cilalka qaar culal mansuus oo qaasira ah jira, cilalka qaasirada hal munaasabatu mashruutatu inaan fahanno abada. Inamaa munaasabad iyo waxaan u raadinaynaa lilqiyaasi calayha, saan faracantay ku jirtay munaasabatu lxukm u raadino, walaysa kulu lcilali lilqiyaasi calayha kalcilal qaasira. Marka kulu hada bay rajaxeen raazi iyo atbaacdiis Abu Xaamid Alghazali, Asafiyi Alhindi, waxay rajaxeen mutlaqantay rajaxeen. Ahmidi wuxuu yidhi kaana munaasiban, isagu munaasabad hadduu leeyahay muu cilo noqon karaa markii xukunka ula socda. Lana waxaa noo daliila annahu low qiila, haddii la yidhi akrim iljaahila karaame, waahini lcaalima caalimkana ihaane, qabuxa arrinta way xumaan lahayd fii mujaradi nadari lcaqli walaysa limujaradi lamri, karaame iyo ihaane in lagu yidhi keliya maaha masaladu, lianna wujuuh kalaa loo karaamayn karaa oo isagoo jaahilkii ah baa lishajaaca iyo lixusni khuluqihi loo karaamayn karaa, isagoo caalima la bifusuli fusuuqihi wa bidcatihi wa mujuunihi loo ihaanayn karaa
لكن اختيارك وصفك أن أدورت فإنه قد يحسن أمرك مجردك والوصف العالم وصف الجاهل لغر يبي شخصيا بعيده إن لإهاني الله كرامي فإنه قد يحسن وانك سنة أرك لا أسباب أخرى مرك محاد دي هل كان فهو كان اللي سبق التعليلي لفظ وصفك جهلك يا علمك الشاكتي إنه اللي يهيبا يسبق إلى الذهن سبق الذكر معها لسبق التعليل إلى الذهن لتبادره إلى الذهن من وصف وعاد شاكتي علمك يا جهلك أول يتبادر إلى الذهن إنه وحن التعليل يهي أو صافتا علمك يا جهلك أو صافتنا لا تناسب حكم كان جهلك لا وصف الجهل لا يناسب الإكرام وصف العلم لا يناسب الإهانة لهذا قبح إن لفظك وصفك التعليل سبق إلى الذهن لكن لمجرد الأمر ننبع ليريو علمي جهل أن لا ملاحظين قد يحسن وقال ما وحلا ربس ما نقوم كرتي لأسباب كلا الله كرامين 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 اللي هنين كرام أرجونا صورة واحدة عتاي هدان أنا لمجرد الأمر مع صرف النظر عن وصف الجهل والعلم مع كوني عالم قد يحسن إهانته لبدعته والعالم قد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا وقد يكون ماجنا في فتواه إهانة هذا تحسن أم لا؟ تحسن ليس لكونه عالما مع أنه شخص هو هو وحل كرامة لإهانة يسغيه جاهلك شجاعي حسن الخلق يسولم كرامين كرام هدان مجرد الأمر أكرم هذا أهن هذا ماهكم إحنا لأنه قد يحسن الأسباب أخرى لكن أحسن أكرم الجاهل وأهن العالم ما هي حماتي وصفك الجهل علمك مركز شانتي كشاكتي بعد سبق إلى الذهن إن وصفك علية ما الفائدة ما المستفاد ترتب الحكم عليه بعد اللي يفع إليه سوى مركز وصفك كريموي بدون هذا الوصف مجرد إكرامي هذا ما أحب الوحى لأنه قد يحسن وقد يقبح ها قيل وحال إرادر صنة ترماها الدلالة إنا كتستي في هذه الصورة صورة وصف الجاهل عالم عن اختيارتي أذو لا تستلزم لازمين ميس دلالته في الكل صور ككالو نمبا كتوسي الميس هذا هل صورة نوع كانت وصف الجاهل عالم بعد كانت والله في النفس معنا ومكانا عالية أو دنيئة واحد كانتين ومثال جزئية هل الأمثلة الجزئية تقرر القواعد الكلية؟ إذن مثالك هو جزئي وحان دونيسا قاعدة كلية نا تقريريس ساصدرت أنه وحان كوكو جوابي إن الدلالة في هذه الصورة وكتصي وصف الجهل والعلم اللي يكتصي وصورة جزئية لا تستلزم دلالته إلى كتص في الكل أي دليل النقطة قاعدة كلية وتصو دليل ما نقوم كرتا الدليل لا يصلح لتقرير القاعدة وي. لأن ذلك صورة وجزية وي. وحد تقرير لسنة وشيء كلي أمثلة جزئية أنا لا تقرر القواعد الكلية أيه كسان غنى بسم الله حين تشوقنا إن شاء الله وقبيننا قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل بمعنى دليلك جزئه قاعدة كلية مصوغة لقو مصوغي كرية هذه الصورة أي كاللازمتي إن يتبادر إلى الذهن ويسلمان مثال كان وكان يتبادر إلى الذهن سبق التعليل كي ويسلمان لكن وحي كوعي لينا يان وصورة جزئية أن قاعدة كلية إنها تسوك تعرفتها مركز صورة هذا يسان نقود لا يلزم إن جميع الصور أو سيدان وكالتها ماذا نفس سب متبادر لذين النقود كما لنا يسا قسم ما إساقنا وحيد قلنا وحان لي يجب واللازم صور كور ننصاصي نقود يان دفعا للاشتراك اشتراك بانك عرينا بمعنى هديات ساعة نحنه ووركي نقاذنه وحين نقن صورة النويتو سيساه
صور كلنا إنه ما تصيان هذا واحد دي صورة قارنة تصان قارنة أنا تسن مشترك بين نخن اشتراك وشي غي كاوي وصور كقاركونا وصفي وحكم كلا قرر تباي اللي يكتستي صور كقاركونا اللي يكمتو سيسو مركا ترتيب الحكم على الوصف إنو اللي يكتسي إنو يكتسن لبدا بويت عذايا وصورة مشتركة بين الدلالة على العلية وبين عدم الدلالة ضد هذا اشتراك بقى كفاية كده كده لنية ولا يصار إلى الاشتراك جميع ما يخلو بالفهم مركز لسوفيري اشتراك وقول لي تيب ماش أقول لي تاقين دي يجب وواجب يا دفعا أنه دي دي إنه ماشا كسارة إنه بالاشتراك ولا سبع عدم الاشتراك دي أصلك وأنا اشتراك جير انت اسو اساقنا كسو هوريي هلكا وحينو كودا ماينا النوع الأول إنه واعي الإيماي أفر باينو حد مرك مريه كدبا النوع الثالث من مسالك وطرق العل وقد بدونه ماي إجماعوا النوع الثالث كإجماعوا وابغ لي أفر صفحة كويا الله الإجماعوا مناسبة أفرة ورقد با كاقة دون تيو تكالو شبه وخامس كاتل لا ورقد با كايس كالراعي هالكاسي نعاو كديني نايو وحانا دان لا يركسة كسينين قياسكو قياسكو دان لا كسة كسينين ويسبورا